تحياتي، الله يبارك فيكم. خليك واقف عندك، وقف هنيك عندك بابا. بنصحك ما تقدم ولا خطوة تانية، ما بدي اياك تلوت هذا المكان بوجودك فيه. يا بنتي ما تناديني بنتي، ما بيشرفني تقلي هالكلمة. إذا كنت معتبرني بنتك، ليش نويت تخرب لي بيتي وما عملت لي أي اعتبار؟ بنتي شو هذا اللي عم تقولي؟ ماما ماما، أنتي ما عندك فكرة شو اللي عمله بابا معي. هو خدعه لعمي ووقعه بالفخ، نسي إنهن عيلتي وإني بكون مرت ابنهن. حماي هو بمثابة أبي هلأ، وأكتر من أبي الحقيقي. هي العيلة اللي أنت عطيتها بنتك، حاولت تدمر القائم عليها وراسها الكبير. أنت أهنت بنتك اليوم وبهدلتها وخليتها تفقد احترامها. روح اتركني بترجاك، روح يا بابا. بنتي بترجاكي سامحيني، ما رح يطلع بإيدي هلأ أشرح الشيء اللي صار حتى ولو حاولت، بس هلأ ماني فهمان شو هو سوء التفاهم اللي خلاني أغلط وأتصرف هيك. وأنا هلأ بتمنى أنكم تسامحوني كلكم، بس بقسم لكم أنه جيت من البيت وكنت ناوي أعتذر عن كل شيء عملته وقلكم قديش أنا ندمان. وحياة الله بترجاكم كلكم أعطوني فرصة لأعتذر. كافيري كافيري بنتي، ليش عم تبكي حبيبتي؟ انتي ما غلطتي معنا ابدا، ليش عم تبكي هيك؟ ها رؤي، سامر ابني، خد مرتك على غرفتها خليها ترتاح. تعالي سالوني، لوين رايحه يا بنتي؟ رايحه مع لفوق ماما. خلص سامر معه رح يخفف عنا، روحي انتي مع خطيبك. يلا حبيبتي من شان ما تتأخروا بالرجعة، يلا. بالإذن عمي.